تمام، هنتكلم في جرامر يونت 6 على قاعده ظريفه جدا وايزي جدا، اللي هي قاعده يوزد تو، كنا خدناها قبل كده في الباست. يعني ايه؟ I used to play tennis. متعود ان هو يعمل حاجه. I used to play tennis، انا متعوده اعمل حاجه. طيب لسه بعملها؟ لسه بعملها ولا لا؟ ما حاجه حصلت في الماضي وانتهت دلوقتي. يعني it's over now. يبقى this was in the past. Only in the past. I used to play tennis. I used to travel to America. كنت بسافر أمريكا. I used to study English. كنت بذاكر English. أو I used to study Italy. كنت بذاكر Italian. I used to study Italian. دلوقتي بطلت، ما عدتش بذاكر. I used to study French. معلش كتبت غلط. عندي هنا كلمة used to بيجي بعدها الفيرب في المصدر من غير إضافات خالص. يبقى I used to plus infinitive. طيب محمد give me a sentence. مثلا I used to go to school when I was young. يعني خلاص ما عادش في school دلوقتي. I used to go to school. أحسن والله. تمام الحمد لله. محمود تمام. أقول إيه؟ I used to sleep late. تمام thank you so much. sleep late. طيب انت بتنام دلوقتي ليت؟ no. دلوقتي لا دلوقتي خلاص. يبقى ده حاجه كان happen in the past not in the present anymore. مش في present. طيب لو انا عايز اتكلم بقى عن negative ازاي انفي الجمله؟ طيب خلي بالي الجمله هنا في past هنفيها ازاي يا محمد؟ I didn't use to. didn't use to. اي حاجه. هقول I didn't use to وبعدها المصدر infinitive المصدر. يبقى اقول I didn't. بس ده مش شبه. نعم الشبه بتاع السنه اللي فاتت صح؟ الجرامر هو نفس بتاع السنه اللي فاتت. تمام عندي I didn't use to go to school. اقول لا انا ما كنتش متعود اروح المدرسه ودلوقتي بروح. بس خلي بالي بقى في المينينج. لما اقول use to يبقى كنت بعملها في الباست. تمام ما بعملهاش في البريزنت. طيب لما اقول didn't use to يبقى انا لسه يبقى انا كنت ما كنتش بعملها في الباست والوقت بعملها في البريزنت. واضحه؟ واضحه كده. تمام طيب هقول مثلا اول واحده هقول I didn't use to go to school والثانيه هقول I didn't use to sleep late. طيب لو انا بسال بقى الكويشن عايز اعمل كويشن هقول ايه؟ يبقى did you use did you use to go to school early or did you use to sleep late. تمام طيب ده بالنسبه للحاجه بعملها في الباست not in the present anymore. طيب لو انا بقى عندي حاجه كنت بعملها في الباست and still doing it in the present ولسه بعملها في البريزنت. تمام هستخدم برضه use to ولا استخدم حاجه ثانيه؟ كنت بعملها في الباست ولسه لحد دلوقتي بعملها في البريزنت. تمام اقول ايه؟ حاجه ثانيه صح؟ عندي حاجه ثانيه اسمها ام او از او ار يوزد تو او جيت يوزد تو. بس الجزء ده بيجي بعديه جيرند. جيرند فيرب اي ان جي او نون. انا كنت بعمل حاجه في الباست and still in the present. اقول for example I used to studying English. I used to studying English. كنت بذاكر English في الباست ولسه لحد دلوقتي بذاكر. I'm used to studying English. تمام I'm used to traveling to Europe. انا متعوده اسافر يوروب وستيل لحد دلوقتي لسه بسافر يوروب. لسه بعمل لغايه دلوقتي. she is used to cooking. كانت بتطبخ ولسه بتطبخ. he is used to fixing cars. هو متعود ان هو يصلح العربيات. طيب بيقول لي بقى النيجاتيف بتاع امتى مثل لما تبقى في الباص بقى لوحدها؟ في الباص لوحدها اللي هي used to بس يا محمد. used to؟ I used to وبعدها التكنولوجيا. used to بعدها المصدر. I used to play tennis. كنت بلعب تنس زمان. اصل هما الاثنين في الاول شبه بعض. هو بس بقى التفرقه بقى في الانفينيتيف والجيرا. لا مش شبه بعض قوي.
هنا يوز تو بيجي بقى قبلها ام او اذا او ار او جيت يوز تو، اما الثانيه بقول يوز تو على طول كانها باست، واخد بالك؟ تمام. تمام. اقول فور اكزامبل شي از طب يوز تو. يعني، طب مثلا لو انا قلت حاجة في الماضي I used to play tennis على طول، اه انا يوز تو طب بلاي ولو تنس. مثلا I used to playing tennis لا ما ينفعش اقول I used to playing. No ما ينفعش. I am I am used I to. am I'm used to playing tennis. I'm used to studying. I'm used to cooking. I'm used to. يعني الضمائر، الضمائر بتيجي عند مع used to ضمائر اللي ايه؟ هي في الباست، مش قصدي فاهم. اللي هي اي وهي وشي ويو والحاجات دي. اقول used to he used to. اي بقى ضمير؟ اقول احمد used اما to. بقى الام والاز والار دي الباست والبريزنت. باست اند بريزنت. تمام. تمام. خلي بالك دايما ما دام انا عندي الفيرب اخره اي ان جي يا محمد، يبقى الفيرب لسه كونتينيوس، لسه مستمر، بروجريسيف، لسه مستمر، يبقى الاكشن في الباست ولسه مستمر لحد البريزنت. دايما دايما اعرف كده، ما دام عندي اي ان جي، اي ان جي بتديني الاستمراريه. اوكي كتير يا اوكي محمود. محمد ماشي احسن. ماشي يا حبيبي. طيب عايزه بقى احط الجمله دي في النيجاتيف. I'm used to studying English. احطها في النيجاتيف اقول ايه؟ I am not I'm not used to studying. طيب والquestion am are I are you are you used to are you studying English. بيقول لي هنا ان كلمه am او اذا are used to بتساوي كلمة اسمها accustomed to. accustomed to معناها برضو متعود على. accustomed to. تمام. اقول لك مثلا I am used to hard work. انا متعود على الهارد وورك، يعني الشغل القاسي او الشغل الشديد. يجي بعدهم بالاثنين verb ing or noun. يعني ممكن اقول I am accustomed I am accustomed to working hard. used to افضل، يعني دي تقيلة قوي في الكلام. بس هي نفس المعنى، نفس المين بيعرفك ان ده. ايوه نفس. تمام. طيب نبص على questions بس ناخد جزء بسيط من ده. تمام. تمام. عندي اول حاجه I have long hair. ايه ده يا محمد؟ I used to have long hair. I used to have long hair. هنا have في في الانفينيتيف هقول I used to. تمام. Thank you. محمود. I used to a mister. I used to برضو have a dog when I was young. تمام. Thank you so much. The next number three. The fashion. The fashion. Not, the fashion is not swept through schools in Britain. تمام. The fashion. Quickly swept. Quickly swept. تمام. يبقى ممكن اقول quickly swept او swept quickly. Both are right. Number four. Fans. Fans reacted angrily. تمام. Angrily. هنا الverb جاي بعديه adverb باخره i l y. Thank you so much يا محمود. Fire. Huh. I not want to be a teacher but now I think I will be a doctor. تمام. Huh. I used to. تمام. I used to want to be a teacher. تمام. Number six. I spend hours playing cards every evening. تمام. I got used, صح؟ طيب هنا got used عايزة to وبعد كده verb ing. تمام تبقى. تمام يبقى ما ينفعش I got used. تمام ممكن أقول I would spend hours spend أفضل was used to, صح؟ لا هنا ما فيش تو خالص، هنا ما فيش تو حتى. تمام. يبقى بدل ما فيش تو يبقى انا هقول I would spend hours، دي الحاجه الوحيده اللي بعدها تو. اما كلمه would use to برضه ديت هجيب بعدها verb ing، يبقى دي بيجي معاها اي ان جي والاولانيه بيجي معاها اي ان جي، ويوز دي ما ينفعش نيجي بعدها verb بس في المصدر، يبقى الافضل هقول would spend. تمام. ماشي يا حبيبي. نمبر 7. You not have a Ford. Now he ما شاء الله. is good. He's got a BMW. ها. ده كان زمان عنده Ford ودلوقتي بقى عنده a BMW. Used to. يبقى he used to have a Ford. تمام. Thank you. 8. I read the story before going to sleep. تمام. تبقى I am used to, صح؟ I am used to هيجي بعدها gerund. ما دام زودت am اعرف كده، ما دام زودت ام في الجمله يبقى عندي فيرب اي ان جي.
طيب هنا فيرب اي ان جي؟ لا تمام، يبقى انا عايزه مصدر. هنا المصدر هنا مين اللي بيجي بعد مصدر؟ Was this too? Was it too؟ اه ولا انا بس؟ لا احنا لسه قايلينها من شويه يا محمود. Would the miss would too؟ Would بس، would you would read the story. هنا got used to بيجي بعدها verb ing، was used to او am او is او are used to بيجي بعدهم verb ing. طيب عندي هنا he plays tennis محمد. Will. Well excellent. هنا ال adverb will. Number 10 I finished. I finished my homework. خلي بالي بقى هنا. هنا I finished my homework with difficulty، لأن كلمة difficult مش هينفع أحط لها ال واي، يبقى أقول with difficulty يعني بصعوبة. I finish it ما لو بسهولة أقول easily سهل، إنما كلمة difficult مش هينفع أحط لها ال واي، هقول with difficulty. أوكي؟ بصعوبة. Number 11 our teacher. Our teacher treats us in a friendly way. In a friendly way تمام، يعني بطريقة ودودة. بطريقة طبيعية. آه تمام. He listened to the program. تبقى مس الأخيرة. القبل الأخيرة اللي هي أخيرة اللي واي اللي اسمها interestingly. Interestingly يعني إيه؟ بتشوق كده، كان بيسمع البرنامج وهو إيه مستمتع أو مهتم. عندي بعد كده نمبر 13 he drives his car. لا لا my brother looked at me with surprise، يعني برضه surprise مش هينفع احط لها ال واي، بقول ايه with surprise. تمام he drives his car بقى محمود slowly easy ها slowly slowly. تمام thank you so much، معلش ما اداكش اول مره، thank you يا حبيبي. عندي بعد كده نمبر 15 مفيش نمبر 15، نبص على الرايت بيقول لي he looked at me he seemed surprised، هو كان بيبص لي وكان شكله مندهش. لسه حلنا دلوقتي. اه يبقى هقول ايه he looked at me with surprise. With surprise يعني بدهش. The dog barked at me it sounds horrible. ها يبقى the dog barked at us ايه؟ us horribly. Horribly تمام thank you so much. هنا الفيرب الادفيرب الادجكتيف بحط لها ال واي بقى اسمها horribly يعني بايه بفظاعه. He is a good speaker of French يبقى he speaks he speaks French well. برافو he speaks French well تمام thank you so much. ده الادفيرب. He teaches English his way of teaching is fun. He teaches English English ايوه in a funny in a funny way. تمام يبقى هي speaks English in a funny way بطريقة مضحكة. فاهم؟ they listened to her. تمام. They were enthusiastic يعني كلهم حماس. Yes, yes. يبقى they listened. They listened to her with أيوة. Enthusiasm. خلي بالي هنا كلمة with ده حرف جر بجيب بعدها verb ing أو noun، يبقى أقول he listened أو they listened to her with enthusiasm. أوكي؟ أوكي. طيب هناخد number 6 لحد number 10 في الهوم ورك. No؟ تمام. ماشي يا حبيبي. طيب. واحدة بس أكتب. ماشي تمام. خلي بالي انا ما قلتش الجزء ده، ارجع له برضه بسرعه. بيقول لي هنا ان ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، ان قاعده يوز تو ممكن الاقيها في يعني اللي هي فيرب تو بي وبعد كده يوز تو، ممكن الاقي فيرب تو بي ده في الباص يعني الاقيه واز اوير يوز تو، مفيش مشكله عندي برضه. يبقى هو ايه هجيب بعديه فيرب اي ان جي، او ممكن الاقيه في الفيوتشر اقول مثلا will used to. يعني ايه will used to؟ اقول لك مثلا my brother will travel to America، اخويا هيسافر امريكا. he will used to هيتعود، he will used to يعني هو سوف يتعود to ايه to living there، يعني هو هيتعود ان هو يقدر يعيش هناك.
أو على الحياة هناك. clear؟ واضحة الجزئية ديت؟ يبقى he will مثلا get used to، تمام؟ أو he will be used to cooking أو living there. يعني مس يعني معناها إيه؟ يعني هو سوف هيتعود، إن شاء الله هيتعود على الحياة، هيقدر يتعود، هيقدر يتأقلم. تمام، يعني مثلا بيعلموه السواقة، فهو هيقول مثلا هو هيتعود. أيوه هيتعود على السواقة مثلا. he will get used to مثلا driving. اوكي؟ سامعني واضح؟ سامعني يا كابتن. ماشي يا حبيبي، تمام كده. طيب عندي بعد كده، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، يبقى انا اقول هنا he will، انا نسيت بس ماشي اكتب كلمة get. he will get used to، ماشي يا حبيبي؟ he will get used to living there. طيب نبص بقى على الفوكابلري. بسم الله الرحمن الرحيم. بتكلم في يونت 6 على، تمام، ناخد بس اول صفحه مش هنكتر في الفوكابلري. بيتكلم على ان اند اوت اوف فاشن، على الموضه. فاشن يعني موضه، ان فاشن يعني في الموضه او على الموضه، واوت اوف فاشن يعني خلاص بقى موضه قديمه او اولد فاشن، موضه قديمه. عندي كلمه اول حاجه ذا هول هوب، هنا it is used as an exercise tool to flatten the stomach. يعني ده تمرين اسمه هولا هوب، بستخدمه عشان يعني انحف من منطقه البطن. تمام؟ عندي كلمه a chance، دي الدايره دي اللي اللي هي السوداء، هو كاتبها كلمه فوق المفروض يكتبها تحت، اللي هي ذا هولا هوب. تمام؟ لو بيحطوا مثلا حاجه زي طوق كده او دايره كده، عباره عن ايه؟ طوق بيحطوه حوالين وسطهم يقعدوا يرقصوا بيه كده بحيث يظبطوا منطقه الوسط. اوكي؟ عندي a chance اللي هي by accident يعني بالصدفة. كلمة craze معناها activity, object or idea that extremely popular، حاجة مشهورة أو حاجة صيحة كده، بنقول عليها صيحة، حاجة اتشهرت بسرعة وفترة قصيرة اسمها صيحة، بقى صيحة موضة أو صيحة trend، زي كلمة trend برضه. صيحات يعني. عندي مش صيحات، أنا بنده إن صيحة معناها إن حاجة إيه ظهرت فجأة وبقت موضة. كاتش اون يعني الموضه بتاعت السنه دي او مثلا كاتش اون معناها become popular، يعني مشهور. يعني يبقى محبوب او مشهور. كلمه كاليفورنيا هنا النون منها كاليفورنيانز او الادجكتيف كاليفورنيانز اللي هم people of كاليفورنيا، اهل كاليفورنيا. ترند قلنا برضو معناها الموجه او الاتجاه. away of believe in something. spread move all over a place ينتشر. banned معناها forbidden. make it not allowed. got caught up معناها يعني ينضم او يدخل بشده في موضوع معين او يتورط في شيء. moral reasons، كلمه moral لوحدها معناها اخلاقي، وreasons يعني اسباب. عندي بعد كده emptiness of American culture، كلمه emptiny، تمام، اول حاجه الامريكان كالتشر اللي هي الثقافه الامريكيه، تمام. emptiness يعني بيقول عليها ان American culture has history or something great، كان شيء له تاريخ او شيء له عظمه. عندي كلمه فريسبي ده اللي هي كل مثلا معايا طبق وطيره يعني الكلب وخليه يجري عشان عشان يجيبه بسرعه. a small round disc of plastic with a lid is the basic use is a game of throwing and catching، انا برمي طبق مثلا للكلب والكلب بيجيبه ويرجعه لي تاني. عندي بعد كده روبكس كيوب ده لو حد كان لعب عليه قبل كده، ده عبارة عن حد عارف الروبكس كيوب ولا مش عارفينه؟ طيب هو عبارة عن روبكس كيوب ده بيبقى مربعات كده، مربع حوالي 3 مربعات، وبنقعد نحرك المربعات بحيث يبقى كله الصف احمر. تمام، اللي هي بيبقى ملونة دي، احمر وازرق او احمر وازرق، يبقى ده اسمه روبكس كيوب. تمام، بنقعد نحركه بطريقة معينة من فوق ومن تحت ويمين وشمال بحيث نحل. فكرته اسم فيلم. لا اسمه روبكس فيلم زيه كده. لا ده بتاع البازل اللي هو بتاع الذكاء. تمام، عندي بعد كده وورلد وايد يعني في جميع انحاء العالم. عندي كلمه انستنت لحد حرف التي معناها لحظه او حاجه وقتيه. انستانتيوس معناها شيء لحظي او وقتي. عندي كلمه فيدل مخلص او امين. I'm sorry in order to do something. هنا المفروض فدر يعني مخلص، هو كاتبها كاتب هنا dishonest. dishonest يعني ايه؟ honest يعني امين، dishonest يعني
dishonest يعني ايه؟ عدم الامانه او عدم الصراحه. تمام، هنا فيدل معناها ان هو شخص شخص غير صريح او غير امين. اوكي معايا ولا ايه؟ معاك يا مستر. تمام ايوه مستر. بسم الله الرحمن الرحيم. نيكست عندي بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي بعد كده كلمة addictive. عندي كلمة addictive لحد حرف التي معناها يدمن. To get accustomed to something. Addictive يعني ايه؟ ادمان او اتعود على حاجة. So pleasurable that you cannot stop doing it. حاجة ممتعة جدا انا مش قادرة ابطل. سواء بقى الموبايل او مثلا التلفزيون او drugs حسب الحاجة الايه اللي انا ببقى مدمنة عليها. عندي كلمة compulsive معناها uncontrollable يعني مش قادرة اتحكم فيها او حاجة مضطرة ان انا ايه اعملها. عندي at home او at work في العمل. on bus on the bus on the tube يعني on the bus يعني في الاتوبيس و on the tube في بقول عليها المترو. كلمة تيوب هنا مش معناها تيوب انبوبة لا معناها المترو اللي هو المترو انفاق او الاندر جراوند. ممكن اسمعها مترو او ممكن اسمعها اندر جراوند او تيوب. عندي بعد كده ان المفروض اقول on the train برضو اللي احنا قلنا ان كل وسائل المواصلات اللي بقدر اقف فيها بجيب قبلها on. On the train يعني راكب في القطر. على متن القطار. على متن القطار. Thank you so much. بسم الله الرحمن الرحيم. هو غلطان صح؟ هي المفروض تبقى on the train. وخلي بالي برضو المفروض اقول on the bus. يبقى هنا في حرق كلمة مثلا ذا او كلمة on a bus on the bus. تمام؟ لان هو لو قال لي bus على طول اقول by bus. ما اقولش on bus. لا اقول by bus. احنا كنا قايلين ان جميع وسائل المواصلات اللي هي بقى كار باص تاكسي اقول باي كار باي تاكسي باي باص باي بايك. تمام، اما لو جبت كلمه قبل وسيله المواصلات لا يبقى هجيب يا اما اون يا اما ان. اون ذا كار ام سوري ان ذا كار ان ذا تاكسي اون ذا بلين اون ذا ترين اون ذا بايك. اوكي ماشي يا حبيبي. تمام أنا أقف لحد كلمات الصف الأولي بس وأبدأ أحل مع بعض في الستوري. بسم الله الرحمن. ماشي حبيبي. هيبقى مس أون الترين تبقى أون صح؟ ترين احنا قلنا ترين أي وسيلة مواصلات بقدر أقف فيها باخد معاها أون. ترين بلين عندي إيه تاني؟ بايك وفلايت أون ذا بلين. البلين اللي هي الطيارة. اوكي الشيب مثلا السفينه اون ذا شيب. تمام ثانك يو سو ماتش. هي بس ان بتبقى مع كار ومع تاكسي. ان ذا كار او ان ذا تاكسي. ماشي تمام. طيب الشيب اشتغل معاكم ولا لسه؟ هي نفس الصفحه. طيب معلش كده ثواني هنحل الكويز ده شفوي مع بعض المره دي والمره الجايه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فين هو مس؟ ثواني هشيله. بسم الله. تمام نبدا. Why was the guard on the alert when he saw the carriage of Jerry coming towards him? السؤال الأولاني بيقول ليه الجارد اللي كان مع الكارج كان عايز أو كان بيحذر. ابدأ يا محمد. كان بيحذر جيري كرانشر ليه؟ شيء دي واحدة بس عيدها تاني. Why was the guard on the alert? When he saw carriage of Jerry Cruncher coming towards him. On the alert يعني كان يقظ. تمام بقول لك ليه كان الحارس يقظ وجيري بيقرب منه. ليه؟ لأن احنا قلنا كان بيحصل ايه زمان؟ Because لأن أيامها كان في سرقة كتير. Because in this time there is a lot of thieves so he saw that Jerry was a thief. تمام يبقى he asked Jerry to stay at a distance because at this time there was a lot of thieves. And if he come closer, another time he will shoot him. If he came closer اللي هو قرب منه he will shoot him. أكتر هيشوت. تمام number two محمود. What did Jerry want to give Mr. Lorry? He wanted to give him a message
he got that he will go to Dover and with Miss Lewis. استنى بس هي بس هو عايز حاجة واحدة a message خلاص السؤال ده عايز message بس يبقى he gave him a message تمام؟ طيب number three محمد what should what should Mr. Lurie do according to the message المفروض بقى يعمل ايه according to the message؟ أني مسج اللي هي المسج اللي جاله من المحكمة؟ لا المسج الأولانية خالص الأولانية خالص يا محمد he should في أول حاجة هو he returns to life وقال كده لا الرسالة دي كانت طالبة منه إيه يا محمد؟ كانت طالبة منه يعمل إيه؟ to come to the bank لا يا محمد محمود الرسالة اللي في الأول اللي انت كنت بتقولها ان هو تو ستي ات دوفر ويت فور ذا مادموزيل اللي هي لوسي تمام اد اي ونت تو ويت ويت ات دوفر تو ويت فور ذا مادموزيل استنى في دوفر عشان يستنى المادموزيل السؤال سهل يا محمد تمام ما خدتش بالي والله من الفكره سهل جدا التانية. يبقى هو تاني اهو وات شود مستر لوري دو اكوردنج تو ذا مسج سنت فروم باريس اللي هي الرساله اللي مبعوثه له من باريس اللي هي بتاعت لوسي خلي بقى هو بوضحها لك خالص اهو الثانيه بتاعت البنك ما كانش اللي بتاعت الكورت ما كانش فيها باريس يبقى according يبقى according to the message he had to wait at Dover to wait for mademoiselle to accompany the mademoiselle عشان يصطحب المادموزيل to France عشان يصطحبها لباريس او لفرنسا عندي بعد كده نمبر 4 محمود write a short note about Mr. Lorry Mr. Lorry he was the father Louis لا استنى مستر لوري لا he was friend loyal friend اول حاجه اتكلم عن عمره عن عمله البيزنس بتاعه شغال ايه شكله عامل ازاي كده ده كل ده عايز شورت نوت يبقى اول حاجه اقول ايه he was 60 years old تمام he was 60 years old And he was working at Tillerson Bank. Tillerson Bank. He worked, or he was working at Tillerson Bank. كان شغال في البنك بتاع Tillerson. تمام. And he was the. عايز اوصف. تمام. هقول ان هو he wear he is good looking يعني كان بيهتم او كان هانسم وخلاص. لا ما كانش هانسم. ما كانش هانسم. ده هو هانسم هانسم ازاي؟ ها؟ ما كانش هانسم. هقول ان هو he was neat. Neat يعني مهندم. He wear all the clothes أو all the suit but it was neat يعني كانت مهندمة. تمام؟ طيب. He was إيه كمان؟ He was Dr. Manette. He was Dr. Manette's banker. He was Dr. Manette's banker. كان البانكر بتاع دكتور Manette. He helped, he accompanied Lucy to travel to France. هو اصطحبها عشان يسافر فرنسا. تمام؟ انا اتكلمت على اول حاجه على شكله على عمره على وظيفته على علاقته بلوسي كلير ها واضح واضح يا مستر اجين واضح يا مستر اوكي اوكي يا محمود سيت اجين نعم سيت اجين تمام he was 6 of his years old تمام yes and he was working in Tillerson Bank Tillerson Bank Yes. He was a banker of Dr. Manette. تمام. Dr. Manette's banker. And he was a loyal friend to Mr. Manette. تمام. Loyal friend. تمام. He accompanied Lucy to visit or to get back her father. Thank you so much. الحاجات دي هنحلها دلوقتي وهتاخدوها هوم ورك وتحلوها تاني ريتن عشان نشوف كل سؤال والاجابه بتاعته. اوكي؟ تمام. بخلي بالكم خليكم مركزين معايا. طيب. Number five. محمد why should Miss Manette travel to France? اول جزء من السؤال. ليه؟ To go to the bank. هي راحة فرنسا ليه؟ To get. To get the money from the bank. Some property. Some property of her father. To get some property of her father. انت ما تعرفش ان هي راحة لبابا. لا احنا اول حاجة خالص هي كان هو كان طالبين منها ان هي تروح فرنسا ليه؟ To get some property of the bank told her ان البنك اخبرها that she had to travel to France to get some property يعني تحصل على بعض ممتلكات بابا يبقى she traveled there to get her father property father property what did she want Mr. Lurie to do
سهلة دي. to wait in Dover ها and take her when she come from ها المدينة. بقول ان يا بس هقول ان يا to accompany here يا محمد. to accompany here تمام؟ لأني أصلا ما كنتش أعرف إن مستر لوري كان مشى ولا مشاش، يبقى هو طلب من المستر، ما كنتش تعرف ده هو البنك اللي بعت لمستر لوري. ماشي يا محمد؟ ايوه تمام. يبقى هقول هي طلبت من مستر لوري إن هو تو أكمباني هير تو فرانس، إن هو يستحب. محمود نمبر 6. Who was Dr. Manet and what was his relation with Mr. Lorry؟ تمام ها. How did Lucy؟ Who was Dr. Manette? He was friend Mr. Lorry. أول حاجة he was a French doctor, he was a French man. He was imprisoned for 18 years without a trial. اتسجن أو دخل السجن بدون محاكمة. 18 سنة. تمام he was sent to prison without a trial. بعد كده اقول he was Lucy's father كان والد لوسي and Mr. Lorry was his banker. his banker اللي هو ايه شغال او عامل في بنك تمام. what was his relation with Mr. Lorry؟ اقول Mr. Lorry was his banker. number 7 او اقول ان دكتور منيت was a customer at the Tillerson's bank ان هو كان زبون في بنك Tillerson's. number 7 يا محمد. How did Lucy? How did Lucy come to England after the news of her father's death? تمام. إن هي جت مع الخدامة اللي كانت موجودة معاهم؟ لا لا مش قصده كده. مع ماما. بص يا محمد ركز في السؤال. إزاي هي أصلا كانت عايشة مع باباها ومامتها فين؟ في ال فين؟ في فرنسا. فرنسا. تمام؟ How did Lucy come to England؟ ازاي بقى رجعت England بعد اخبار ان باباها مات ومامتها كمان ماتت؟ مين اللي خدها او مين اللي وداها؟ الخادمة. لا مش الخادمة بس مستر لوري. مستر لوري هو اللي خدها وهي صغيرة وداها England. كان معاها الخدمة بتاعتي. وكان معاها اللي هي مس بروس اللي هي المربية بتاعتي. يبقى اقول مستر لوري توك او كروسد ذا انجلش شانل عبر القناة الانجليزي with Lucy. تمام؟ يبقى مستر لوري crossed the English channel with her. number 8 محمود. What's surprising news did Mr. Lorry tell Miss Man؟ ايه بقى surprising news؟ ان بقى her father ايه؟ His father still alive. بس كده her father is still alive. thank you so much. next. What did Mr. Lorry request from Lucy's companion, Miss Bruce؟ يعني مستر لوسي عمل ايه؟ طلب Mr. ايه Lorry؟ من ميس بروس؟ To take care from Lucy. To take care of. To take care of Lucy. To take care of Lucy ان هو ايه يخلوا باله من لوسي. يبقى من اول نمبر 1 لحد نمبر 9 هنقف ده في الشابتر الاولاني. هسيب شويه الكومنتس وابدا على شابتر 2. محمد هنبدا فيه النهارده ولا هبدا فيه برضه هرجع النهارده عشان ابقى مخلصه الريفيجن على الاقل. تمام. جزء من الريفيجن. محمود ذا اكسيدنت. محمود سامعني؟ استمعك بس ماشي كنت قافل المايك. ماشي حبيبي ولا يهمك. ذا اكسيدنت اوف ذا ريد واين شود هاو ماتش بور ذا بيبل وير ان باريس. ديسكاس. عايز نتكلم على المشهد بتاع الايه البروكن كاسك والناس ازاي كانت بور يعني فقيره. اوكي ماشي ماشي تمام. اقول ايه the people was very poor. the people were so poor and sickness. they were poor and hungry. poor and hungry. تمام. when the cask broke was broken what happened all of the people run to the wine. تمام. and drink all of the people stopped what they were doing and ran to the broken cask. كلهم وقفوا اللي بيعملوه and ran to the broken cask. what they were doing they will ها
They were trying to get any drops of wine. They were trying to get any drops. كانوا عايزين ياخدوا أي نقطة wine. تمام؟ تمام. مش هي وقعت على الأرض بقى. أيوة نفس المشهد ده اللي هو المشهد ده. إن هما they tried to put أو to dip some claws in the wine and the mothers squeezed them in their baby's mouth. يعني بدأوا يعصروا القطرات دي في أفواه الأطفال. They tried to dip or to take any drops of mud of wine. I'm sorry, mixed with mud. الواين اللي هما كانوا واخدينها كانت مختلطة بالمد أو الطين. تمام. All this reflects that the people of Saint Antoine were so poor and hungry. كانوا جعانين وفقراء. Number two, محمد. What did Gaspar write on the wall of the wine shop and what did it symbolize? He wrote blood. تمام. And it symbolized to the start of revolution. تمام. يبقى it symbolized the start or the beginning of the revolution. Thank you so much. محمود. Write a short note about Madame Defarge. Defarge. أنت حضرتك مع short note النهارده. ها هقول عليها أول حاجة إن هي إيه؟ She was the wife of the wine shopkeeper. تمام. She was ماشي تمام. The wife of Monsieur Defarge or the أقول عليها إيه؟ The shopkeeper. تمام. أوكي ماشي. What else? She was a fat woman of about his age. تمام. إيه تاني؟ She had a cat full. She had a cat full eyes. تمام. That servant seemed to. Look at anything. Okay. بيقول لي كمان إن هي her eyes أو Madame Defarge seems to be always right. كان دايما تبدو إن هي على حق. تمام؟ بيقول لي كمان إن هي she was always seen knitting. كانت دايما بنشوفها وهي knitting يعني بتخيط أو بتعمل أعمال تطريز. تمام؟ لازم برضو أذكر بتاعت التطريز دي لأن هي مهمة. Thank you so much حبيبي. Number four. محمد؟ نعم. يا watchful eyes يعني معناه مش فاهمه يعني. ماشي حبيبي. watchful eyes يعني مركزه عينيها عينين القطه عينين مركزه كده بتعرف عينين ثاقبه. تمام؟ مترقبه. تمام. ان هي مش قاعده مثلا مش مركزه او مثلا قاعده مشتته لا ده هي عينيها مركزه وعارفه هي بتعمل ايه. اوكي؟ نمبر 4. What did the knitting of Madame Defarge symbolize according to her character? تمام. knitting ده. تمام. اللي بتاع Madame Defarge symbolize ايه؟ بيرمز الى ايه؟ انها مركزة يعني؟ Yes, and yes, she is so focused or concentrating. ايه تاني؟ ايوه. وبرضك ممكن نقول that she مثلا she has برضو a cat full eyes ان هي عينيها عندها عينين برضو ما شاء الله اللي بيعرف يعمل شو التطريز ده مثلا she stare to all things مثلا تمام she is focusing and she لكل حاجة yes she taking looking او taking care of everything بتركز مع كل حاجة taking care of everything تمام عندي بعد كده number five how did the second Jax describe the people, the circumstances in Saint Antoine. Second Jax وصف ظروف الناس اللي في Saint Antoine ازاي؟ انهم كانوا فقراء تمام poor, hungry poor and hungry وsickness ماشي تمام poor of sickness عندهم مرضى يعني ايه تاني؟ And no one from rich people yes take about them No, yes, nobody looks or take care of them and nobody asks about their circumstances. ما كانش حد بيسأل على ظروفهم اقتصادية. عندي بعد كده why did the three men as well as Monsieur Defarge call themselves Jax? ليه كانوا بيسموا نفسهم Jax يا محمد؟ While they were talking at the wine shop. ليه؟ عشان ما يخلوش نانسي ودول يعرفوا اسمهم الحقيقية as a nickname.